من الرياض أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دكتور عصام الملكاوي معي. دكتور عصام مساء الخير، أهلا وسهلا فيك معنا. هذه التصريحات طبعا ليست جديدة، وواضح موقف المملكة العربية السعودية من إيران داعمة للإرهاب، وأنه لن تتسامح مع هذه التدخلات المزعزعة للمنطقة. كيف سينعكس هذا على ما يحدث إقليميا خاصة في الساحة السورية مع النظام وداعميه الرئيسين روسيا وإيران؟ يعني في الحقيقة دعيني سيدتي أتحدث عن هذا الموضوع من خلال إلقاء نظرة على الوضع الجيوستراتيجي والعمل الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة ما يدور في العراق وسوريا واليمن. أنا أعتقد أن الجبهات الساخنة الثلاث، لا يعني عندما ننظر نظرة واقعية نجد أن العامل الإقليمي الذي يتدخل في استمرارية مثل هذه النزاعات هو التدخل الإيراني في المنطقة. لذلك عندما تحدث وزير الخارجية السعودي وقال أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة، هو يتحدث وبكل وضوح، لأن إيران تعترف بأنها تدعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية علنا ولا تنكر ذلك. يعني المسألة التي يجب أن يتم طرحها عندما تحدث، اجتمع اليوم وزراء خارجية الدول العربية استعدادا لمؤتمر القمة بداية الأسبوع القادم، أنا أقول أن هذه التصريحات التي صدرت اليوم عن وزراء خارجية الدول العربية، نعم، يجب أن يتم تضمينها بتوقيع اتفاقية عربية شاملة لا حيادية فيها إطلاقا، بمعنى أن النظر إلى المصدر التهديد للوطن العربي وللأمة العربية وللأمن القومي العربي هو مصدر واضح المعالم الآن، يجب على الجميع أن يلتزم بذلك. نعم، ويطال المنطقة، يعني لا نتحدث عن ضرر لمنطقة، نعم، واحدة. نعم. طيب دكتور، تفضلي تفضلي. ما الذي يتوقع من هذه القمة؟ واضح الملفات الأساسية التي ستناقشها، ولكن هل ستخرج هذه المرة ببنود ستغير على الأرض، خاصة مع اليأس إذا صح التعبير من إيران، ومع ممارساتها المستمرة؟ ما زلنا طبعا أمس حتى ما زلنا كنا نتحدث عن صواريخ باليستية تطلق باتجاه المملكة العربية السعودية. يعني في الحقيقة أنا أعتقد أن اجتماع القمة العربية في المملكة العربية السعودية له رمزية، رمزية المكان ورمزية القيادة. أعتقد هذا يشكل زخم كبير جدا وحافز للقادة والزعماء العرب على الخروج بقرارات قوية وقرارات مدعومة وليست مجرد مكتوبة. أنا أعتقد أن التحديات والتهديدات التي تواجه وطننا العربي تشمل أكثر من مجرد تهديد وتحدي واحد، هنالك تهديدات وتحديات تواجه الجميع بما فيها ليس فقط الوطن العربي كما تحدثت وقلت، هو كل المنطقة في منطقة الشرق الأوسط، لكن العمل العربي الجماعي هو السد المنيع الذي يقف ضد هذه التدخلات. لذلك لابد من بحث القضية السورية، لابد من البحث وبجدية تامة القضية في اليمن. نعم. ومن ثم كل هذه ستبحث، وهذه التحديات بأكملها دكتور عصام تحتم الخروج من هذه النسخة 29 من القمة العربية، سيجعلها مختلفة تماما عما خرجت. آليات تنفيذية. نعم. لابد من الخروج بآليات تنفيذية، وأنا أقصد عندما أقصد بكلمة آليات تنفيذية أي أنها آليات تشترط على الجماعات العربية في حال أن استمرت مثل هذه التهديدات والتحديات أن يكون هنالك رد فعلي عربي مشترك، كما أسست المملكة العربية للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتحالف العربي في قوة في عاصمة الحزم، أن يكون هنالك تحالف عربي لإنفاذ مقررات، يعني القرارات القمة العربية. نعم.
بدعم من جامعة الدول العربية. النقطة الأخرى أيضا، لابد من الاستفادة من مبعوثي الدول الذين يحضرون مثل هذه القمة، وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة وممثلة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي. هذه التنظيمات وممثليها تشكل داعم ورافد للآلية العربية ضد هذه التهديدات. أنا أعتقد أننا نعيش الآن في مرحلة جديدة، هي مرحلة ما يسمى التغير العربي المنشود نحو الأفضل والقضاء على الإرهاب. الإرهاب الذي بدأ ينخر في سياج هذه الأمة نتيجة دعم هذه الدولة المارقة عن القانون، ألا وهي إيران التي تشجع مثل هذه التنظيمات في لدك حصون الدول العربية من خلال تشجيع تنظيمات الإرهابية وتزويدها بالمال والسلاح. أنا أشكرك من الرياض، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دكتور عصام الملكاوي.